السلام عليكم. اليوم السبت 13 الشهر الثالث، مثل ما تشوفون الساعة حاليا 6:21، والشوارع فاضية وكل العالم ببيوتها من سبب يعني الفيروس كورونا COVID-19، خلى العالم كلها تظل بالبيت وما حد يطلع برا. ما تشوفون الشوارع كلها فاضية وكل العالم ببيوتها، واللي يضطر بس يطلع برا، اللي يريد ياخذ يعني يشتري حاجة، بس الباقيين كلهم جوا. طبعا يوم سبت، والسبت معروف يكون جدا زحمة، يعني مثل ما تشوفون الشوارع فاضية ويا دوب تلقون بين سيارات. وطبعا أني يعني بنص المدينة، فلازم تكون يعني مثل هذا الوقت جدا سيارات وزحمة. بشوف السيارات يعني عجيبة غريبة، هاي السيارات عجيبة غريبة. ومثل ما تشوفون السيتو، بس اللي عنده حالة اضطرارية يطلع، واللي ما عنده شغلة يظل بالبيت. المحلات مخبوصة، الشوارع فاضية، المطاعم فاضية، حتى الغاز ستيشن فاضي. شوفوه ولا واحد عليه على يحط غاز. احبتي المشاهدين، اشكر لكم حسن الاصغاء والمشاهدة، واترككم مع المناظر الخاوية والخالية. ان شاء الله يعم الامن والامان بمدينتنا، مدينة الخير والبركة والحب والسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.